بهالقرار أبي. اثنيناتهم بيعزوا علي وبحبهم كثير، بس خلص اللي عملوه مانو مقبول، وبكفي لقطع روابطي معهم بعد ما عرفت كل شيء. روهان، روهان شو اللي عم تقوله؟ بابا يلي عم تعمله غلط كبير، بترجاك تفكر شوي قبل. بالعكس هذا القرار الصح. هيقول الناس من يوم بتخطط لمؤامرات لحتى تأذي العيلة، وكمان الست هينا دمرت زواج ابنها الكبير بإيدها، جابت عدوتها على بيتها وخلتها بالآخير تتزوج هي وابنها. بس بتعرفوا، يا ريت ابني رهاد أخذ هذا القرار من زمان، على الأقل ما كنا وصلنا لهي الحالة. روهان، أحكي هلأ مع المحامي وخليه يجهز وراق الطلاق بأسرع وقت، رح وقعهم فوراً بس يخلصوا مشان تريح عائلتي من هالتفاهتين. لا لا رهد، شو عم تحكي؟ ليش عم تعمل فيني هيك؟ بترجاك ما تعاقبني بهي الطريقة، مش عم بترجاك. مشان الله رهد، ما تخرب لي بيتي وتدمر لي حياتي كلياتها. أنا بعترف إني غلطت كتير وكنت سيئة، وبعرف إني مرة ما بينوثق فيها كمان، بس أنت رجال منيح. حاول تضربني، اضربني، اعمل اللي بدك يا أخي، اللي بدك، بس مشان الله لا تعاقبني بهي الطريقة وتخرب لي بيتي، ولا تخليني أخسر ولادي راهات. بترجاك راهات لا تعمل فيني هيك. الله يوفقك. الله يوفقك. والناس اسمعي، لما بيكون في بجسمك عضو عم يسبب لك الأذى، أنت لازم تقطعي. الطلاق الحل الوحيد، وهذا قرار النهائي. أمي بترجاك حاولي تحكي شي مع ابنك وتفهمي. دعاء، مشان الله احكي مع أبوكي لحتى يغير رأيه بالقصة. كاينات، حاولي تقنعي أبوكي يتراجع. روهان، ابني حكي بلكي بيسمع منك هاي المرة. يا الله، بترجاكم حكوا شي حدا يحكي معه. بترجاكم حاولوا تعملوا شي. يا الله. ليش هيك عم بيصير معي؟ ليش هيك عملت بحالي؟ ليش هيك غلطت؟ ليش هيك عملت؟ ليش تأثرت فيها وضليت عم ساعدها كل الوقت وضليت عم بغلط غلطة ورا غلطة؟ ليش هيك عملت؟ ليش؟ ليش هيك عملت بحالي؟ أنا خربت بيتي بإيدي ودمرت كل شي وخربت حياتي كلياتها وصفيت بلا حدا. ما عاد يفيدني أي شي. حيدر، انت رح تساعدني صح ابني؟ ما رح تخليه يطلقني، مو هيك حيدر؟ انت ما رح تخليه لأبوك يساوي هيك فيني؟ انا صح مرت ابوك، بس والله بحبك، وكل الناس بتغلط وانا غلطت. معقول ما رح تسامحوني وبتكون تتخلوا عني بهالسهولة؟ معقول ما رح تساعدوني حيدر؟ ما رح تساعدني انا وامك؟ للأسف انا ما رح اقدر ساعدكم هاي المرة. ها؟ لا، ما بقي الا طريقة وحيدة لحتى انقذ العيلة. ما بعرف إذا أنتي أو أمي رح تطلعوا من البيت، بس اللي بعرفه في شخص رح يطلع من البيت عليك. لا تقول هيك، لا. في مرة هون رح تتطلق اليوم. في حدا رح يطلع من هالبيت واليوم، لأني رح طلق. وهلأ الست غزة هي المرة انخربت كل روابط عيلتنا بسببها، وتدمرت عيلتنا من لما اجيت، وصارت جزء من عيلتنا كمان. مستحيل خليها بهالبيت بعد اليوم. إذا منخلص من أساس المشكلة، بابا ما في داعي يطلق أمي ولا حتى خالتي. لا حيدر، أنا اتخذت قرار. بابا، هالقرار ما بيناسب مكانتك بين الناس. لا حيدر، أنت ما بتعرف، هدول التنتين دمروا حياتنا وخربوها. بعرف هالكلام، بعترف إنه أمي غلطت كتير بحقنا وما قصرت، وحتى أمه لروهان غلطة، بس مع هيك ما بيصير بعد هالعمر تتركهم يطلعوا من هالبيت من شان سمعتك. لا تعمل هيك شي. ما في داعي حدا منهم يطلع من هون،
لأنه اللي خربت حياتنا ما راح تضل معنا. أنا ما عاد بدي إياكي بحياتي نهائياً وبدي طلقي. وقع عوراء الطلاق هلا وخلينا نسكر على قصتنا على الآخر. أنا أذيتك كتير من دون قصدي يا دعاء، سامحيني إذا بتقدري. نحن بعدنا عن بعض بسبب سوء تفاهم صار بيني وبينك، بس خلص خلينا نرجع لبعض. चाहे दे यारा खुशियाँ हो जाए अब मैं से हम दिल में तू जगा दे ये फासलों को कर दे तू कम मांगी मांगी दुआ मांगी है बस यही दुआ मांगी है मैं दिन يا حيدر اختار عن جد برافو عليك. لما يجي حدا ويحكي لك عن حقيقة دعاء انت بتتضايق كتير، بس الكل هون عم يلفقوا لي اتهامات كاذبة وانت ما تأثرت بهالشي ولا كأنه بيهمك. هالشي ما في عدل حيدر، بتعامل مرتك الأولى بحب وبتضل مخلص لإلها دائما، وبنفس الوقت انت بتكرهني لإلي. عم تتهمني بشغلات كذب، أنا ما غلطت بشي وما عملت اللي عم تقولوا عني هالمرة، هي عم تكذب عليك مشان تكرهني حيدر. يعني أنت بريئة؟ كل هدول الناس عم يكذبوا؟ حكي ستي وأخي كمان، حافظ ورافي، كلهم عم يكذبوا؟ إيه عم يكذبوا حيدر، هن انكذبوا من قبل وهلأ عم يكذبوا عليك. ماشي أنا رح صدقك هلأ، بس فهميني ليش كلهم عم يكذبوا علي؟ لأنه مثل ما بتعرف يا حيدر هي دعاء بتغار مني كتير، وهي اللي طلبت منهم يحكوا هيك وخربوا سمعتي قدامك. أنا ما غلطت. خلص حاجتك بقى حكي، لأنك اليوم انكشفتي على حقيقتك. وشك البريء هاد وحكيك الحلو ما راح يفيدوك بشي، لهيك سكتي بقى خلص. عم تغلط كتير يا حيدر، انت عم تكذبني وتصدق الناس المخلصين لدعاء والقريبين منا، هنن بيحبوا دعاء كتير حيدر. هاي ستي كمان، انت بتعرف انها مستعدة تقاتل كل الدنيا، بس ما تزعل دعاء أو تضايقها بحرف واحد. لهيك كتير سهل عليها تكذب عليك يا حيدر، وكل هاد بس مشان الست دعاء تنبسط. وما بستغرب إنه واقفة مع دعاء ضدي. بكفي، حاش تغلطي بالحكي مع ستي يا غزل. هي بتكون ستي، ما أنا حدا غريب. بعدين أنا بعرف إنه ستي بتحبها لدعاء وكتير، بس هاد الشي ما بيعني إنه ممكن تكذب كرمالها. مستحيل تتخلى عن مبادئها من شان أي حدا بتحبه. إذا هذا الحكي صحيح، لكن ليش ستي واقفة بصف دعاء دائماً حيدر؟ يعني أنا ما عملت شي منيح لهي العيلة طول قعدتي؟ حيدر ستي لما مرضيت شكلها أكلة ضربة على رأسها ومأثر على عقلها، لهيك عم تحكي هالحكي عني وعم تجرحني. غزة يعني... قعد تجرق جي بسيرة ستي على لسانك الوسخ. تم هلأ عن جد إني ربيك. إذا بدك وعملي اللي بيخطر عبالك، ما عاد يفرق معي أبداً. أنت دمرتي لي حياتي وبيتي، أما زوجي حياته ما كان إلي أو معي، بس على القليلة هالعيلة وقفت معي أكثر من مرة دعاء، وأنا تحملتك كتير، بس هلأ خلص أنا ما عاد فيني أتحمل منك أي كلمة، ومن اليوم أنا ما رح سامحك أبداً ورح تشوفي غضبي دعاء.
بدك تضربي دعاء قدامي؟ استرجي لشوف. لك انت شو عم الموضوع بخصني انا وياها، ما حدا يتدخل. يعني عم تهددني؟ اه انا ما بخاف بهي السهوله. اوعك تفكرني ضعيفه او تغلط معي مره ثانيه يا روهان. شو رح تعملي يعني؟ اذا بتضربني كف واحد رح اضربك بداله اثنين، عم تفهم؟ انا ما بستسلم ابدا روهان. بعدين شاب مثلك شو بيطلع بايده الا انه يضرب مره مثلي بلا ما يخجل على حاله. انت وحده سيئه غزال، قلنا كشفنا خططك ولاعيبك، ما رح تضحكي علينا. انا ما رح سامحك. روهان. روهان لا. حيدر هو عم يمد ايده على مرتك، هو دفشني. ما رح تعمل له شيء؟ رح تتفرج عليه وهو عم يضربني؟ انا ما رح سامحك اليوم. وقف يا روحان، شو عم تعمل؟ لا بعدني بعد. تعالي شبك خفتي، انت شبانه، شو كنتي عم تقولي؟ رح تضربيني مرتين وثلاثه اذا بضربك مره، بتحداكي تضربيني كف. انت خليتي الشباب تبعك يضربوني، انا ما رح سامحك، رح انتقم منك على اللي صار فيني. شكوني اتركها، بترجاك روهان. روهان لا تزعج حالك وتتقاتل معها، اتركها يا ابني. انت رح تموتها، شو بدك تتركها؟ ما رح سامحها ابدا. خلاص اتركها روهان، اتركها. يا الله شو هاد روهان؟ لك اتركوني. خلاص كفي، اهدى بس روهان. كفي خلاص، ما كان لازم تمدي ايدك على اخي وتضربيه. شو يعني مفكر انه اخوك معه حق باللي عمله حيدر؟ لازم تخجل تقول عن واحد سيء مثل روهان انه بيكون اخوك. واحد بلا اخلاق اول شي حاول يقرب مني ويضحك علي بحجه انه بيحبني. كذابه، انا ما عملت الا شي. ما حدا غيرك بيكون الكذاب. انت ما بتستاهل انه ينقال عنك انسان، انت ولد ولعبت بمشاعري وضحكت علي. انت كذاب وما بتستاهل يكون عندك لا اخوات ولا مرة ولا حبيبة. اتركوني. روهان ليش ما تأثرت لما تركني روهان بليلة عرسنا لحالي وراح وما تأثر بأي شيء صار معي؟ يا الله دخيلك، بترجاك تساعدها لبنتي، هي عم بتحارب هدول الناس وهي لحالها. انت عم تقول انه اخوك حيدر هو اعترف قدام الكل انه بده يقتلني بعد ما حاول يقوص عليك، واكيد اللي بده يحاول يقتل اخوه مشان مرت اخوه رح يحاول يتهمني اني انا خطفته يوم عرسنا. روهان عمل هذا الشيء لانك لعبتي بعقله وبمشاعره، لهيك لا تحاولي انك تخدعيني وتضحكي علي. هلا ما تستغلي ضعف اخي لحتى توصلي لهدفك، ما رح تقدري على هذا الشيء، لا تحاولي. هدول الناس هنن عم يستغلوني ومن زمان ضايقني كتير، بس أنا ضليت ساكتة مشانك. انقلبت حياتي من لما حاولت أحمل عبء هاي العيلة وكل مسؤوليات على كتافي، بس ما حدا حس بالوجع اللي فيني، ما حدا فيكم. لهيك يكون بعلمكم هاي المرة أنا ما رح أسكت عن الحق ورح أقول مين بيكون المذنب الحقيقي بهاي العيلة، لأنه روهان رح يجي يوم ويحاول يأذيني فيه. تعرف شغلة؟ أخوك لساته عايش بيناتنا وقاعد بهالبيت بفضلي، لأني أنا ما حكيت شي لأي حدا، بس اليوم ما رح أسكت. هو حاول إنه يتقرب مني كتير. ولأني ما وافقت حاول يضربني. بوقتها كان فيني اشتكي عليه للشرطة حيدر، بس أنا ما اشتكيت عليه وما حكيت لحدا عن اللي صار، ضليت ساكتة مشان سمعت هاي العيلة، لأنه ما كان بدي إياها تخرب بسببي. بس شو أجاني مقابل هالشي؟ ما حدا عم يصدقني والكل بيكرهني وعم يتهموني بقصص كذب. لو أني فضحته بوقتها واشتكيت عليه كان قضى كل حياته بالسجن. عن جد أنك شاطرة بتأليف القصص. وقف هالكذب تبعك. أنت ما بتستحي، وحدة كذابة لا بدور الضحية علينا، ما رح يخليك تصيري منيحة، عم تفهمي؟ أنا بدي شوه لك هالوش. اوعك تفكري تلمسيني بإيدك جولناز، أنت ما رح تقدري تقربي علي، لأني رح كسر لك عظامك كلها ورح خليك تخجلي تخلي الناس تشوف وشك بعد ما أضربك، عم تفهمي؟ أنت هلأ عم تحصدي الشي اللي زرعتيه من قبل غزال. أنا وأخوكي أجاز شاهدين على كل مؤامراتك وخدعك.
امشي. عم تقولي عنه أخي؟ هذا مانو أخي، هذا ما بيخجل وأنا بستحي فيه كتير.